ونلقي نظرة على الميدان في هذه الساعة. ينضم إلينا من غزة مراسلنا حازم البنا، ومن عسقلان مراسلنا فراس لطفي. أبدأ معك حازم تحديدا عن الأجواء الميدانية وعن عودة الاستهدافات في القطاع. كنت قد أشرت في رسالتك السابقة إلى أنه القصف قد تجدد مرة جديدة. بالفعل شانتال، ما زالت الطائرات الإسرائيلية يعني تضرب بكثافة في الساعة الماضية في منطقة شمال قطاع غزة. نتحدث عن مجزرة إضافية بحسب ما يرد من شهود عيان في منطقة الشمال. هناك 14 قتيلا فلسطينيا استهدفوا جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي عدد من القنابل والغارات في محيط هذه المنطقة التي استهدف فيها منزل لعائلة حلاوة، وأدى ذلك إلى كما ذكرت مقتل 18 فلسطينيا وإصابة العشرات في منطقة خان يونس وفي منطقة رفح. يدور الحديث عن عدد أيضا من الاستهدافات للمنازل، وهناك على الأقل 10 من القتلى الفلسطينيين جراء هذه الغارات في منطقة أيضا محيط الأمن العام في الشمال الغربي لقطاع غزة، يبتعد من هنا تقريبا مئات الأمتار فقط. أيضا تجددت الغارات على هذه المنطقة، والحديث يدور عن مزيد من الضربات أيضا في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة. ما زال الجيش الإسرائيلي يضرب بكثافة، تهدأ ربما هذه الغارات لفترات محدودة جدا ثم تعود لتضرب بعنف في مناطق مختلفة من قطاع غزة. دعيني شانتال أغتنم هذه الفرصة لألتقي بفادي المدهون أحد الأطباء العاملين في منظمة أطباء بلا حدود. يحدثنا عن الواقع الطبي في قطاع غزة، كيف تعمل أطباء بلا حدود في هذه الفترات العصيبة، وأنت طبيب اليوم ساهمت بإنقاذ بعض الضحايا والمصابين من منطقة أبراج المخابرات. لو تطلعنا دكتور، كيف تعملون في هذه الأوقات العصيبة في غزة؟ يعطيك العافية. طبعا لا يخفى على أحد عمل أطباء بلا حدود على مدار الأعوام السابقة في قطاع غزة. كان العمل مركز في الفترة السابقة على الحروق بكافة أنواعها وكافة أشكالها، وفي فترات الأزمات، فترات الحروب، فترات مسيرات العودة، وسعنا العمل وشمل الإصابات بكافة أنواعها، إصابات الحروب، إصابات إطلاق بالآية النيرية، الانفجارات. ولا يخفى على أحد الأحداث الأخيرة وكمية الهائلة من الإصابات والشهداء. حسب آخر إحصائية لوزارة الصحة تجاوز عدد الإصابات 6000 إصابة في قطاع غزة. كل هذه الإصابات تحتاج إلى الرعاية العاجلة والمتابعة وكمية كبيرة من الأدوية بشكل عام. ساهمت اليوم بإنقاذ أو بمعالجة بعض المصابين الذين خرجوا من منطقة أبراج المخابرات، كيف تصف طبيعة هذه الإصابات وأيضا طبيعة الإصابات التي ترد إلى مستشفيات قطاع غزة وأنتم تعملون بالتنسيق مع وزارة الصحة؟ كيف تقيم نوعية وطبيعة هذه الإصابات؟ يعني زي ما لاحظت اليوم الساعة 6 صباحا تقريبا تم بلاغنا من إدارة الفندق بالنزول للملاجئ، لأنه سيتم قصف حوالين الفندق بشكل عام. تم قصف أبراج المجوسي وأبراج المخابرات هنا، وبشكل عام كمية كبيرة من الإصابات. بعض الإصابات نزحت إلى داخل الفندق للتلقى نوعا ما أي حماية من هذه القصف المستمر، وقدمنا ما نستطيع من الإسعافات الأولية ومتابعتها، ولحتى الآن ما في إسعاف قدر يصل إليها من كثر ما في قصف محاط في الفندق بشكل عام. شكرا لك دكتور. إذن شانتال، ما زلنا نتحدث عن واقع صحي متردي ومحاولات من كافة الطواقم العاملة في الميدان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هؤلاء المصابين الذين يسقطون في مناطق مختلفة، وجهود لانتشال العديد من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض. من يسأل اليوم كيف يتم التعامل مع عدد الضحايا الكثر في ظل توقف استقبال ثلاجات الموتى لهذه الأعداد من الضحايا؟ غزة اليوم تخطط لإنشاء مقابر جماعية لدفن هؤلاء الموتى، لأنه يتعذر عمليا على جميع أهالي الضحايا أن ينقلوا جثث أبنائهم إلى المقابر الرسمية. اليوم يجري التخطيط لحفر مقابر جماعية لدفن هؤلاء. في الساعات الماضية أيضا شانتال لاحظنا تجدد لإطلاق الصواريخ في محيط مستوطنات غلاف قطاع غزة، وما تزال المعارك دارية والضارية، والجيش الإسرائيلي يضرب، وهناك أعداد كبيرة من الضحايا يسقطون
في كل لحظة شنتال. سنذهب من بعد ما نشكرك حازم البنا طبعا على هذه المعلومات، سنذهب إلى فراس اللي موجود في عسقلان ليضعنا أيضا في أجواء المنطقة لديه. هل لا تزال رشقات الصاروخية فراس باتجاه عسقلان مستمرة؟ كان في مناشدات تابعناها من بلدات الغلاف خلال الساعات الماضية لتفريغ هذه المدن. بالفعل ولا يزال هناك محاولات، ولا يزال هناك فارونة من هنا باتجاه مناطق الوسط، والصواريخ لم تنفك تتساقط على منطقة غلاف قطاع غزة. حتى قبل دقائق كان هناك صافرات انذار دوت في اكثر من مكان واكثر من بلدة في محيط قطاع غزة. الصواريخ اليوم سقطت في عسقلان، في اجدود، في مختلف مستوطنات غلاف قطاع غزة، بئر السبع، بيت شمش إلى الغرب من مدينة القدس، وحتى وصلت إلى مستوطنة أريئيل شمالي الضفة الغربية. إذن الصواريخ لم تتوقف، ومن جراء هذه الصواريخ بلغ عن وقوع إصابات بل وقتلى في محيط قطاع غزة، تحديدا في سديروت، حيث بلغ عن مقتل شرطية إسرائيلية جراء هذه الصواريخ. إلى جانب ذلك يبدو بأن لا يزال هناك متسللين ومقاتلين من القسام في الأجواء هنا في منطقة الجنوب، حيث اشتبك الجيش الإسرائيلي مع أحد هؤلاء المسلحين في نحل عوز بعد أن أصاب اثنين منهم تم قتله، والشكوك في أن هناك عدد منهم متواجدين في أكثر من موقع وأكثر من مكان، يخرجون حينا ويستترون حينا آخر، والجيش الإسرائيلي يقوم بالتمشيط ونصب الحواجز، وحالة الاستنفار لا تزال قائمة منذ 6 أيام. ولكن منذ 6 أيام هناك أيضا جثامين وجثث لمقاتلين من حماس ومن فصائل أخرى موجودة في أكثر من مكان، ومناشدات من السكان بإزالة هذه الجثث لكي يكون هناك يعني بالنسبة لهم كما يقولون وضعا مريحا قابلا للحياة. وبالمقابل لا تزال عمليات البحث عن جثامين وجثث لقتلى إسرائيليين مستمرة، حيث تم اليوم العثور على مزيد من الجثث الإسرائيلية تحديدا في مستوطنة بيري التي يعني حرق معظم يعني منازلها، وهناك كان يعني كبرى المعارك البرية إذا صح التعبير. إلى جانب ذلك شانتال، يبدو بأن الحشودات العسكرية مستمرة، ويبدو بأن الدفع باتجاه العملية العسكرية البرية الواسعة يعني على أوجه، والتحضيرات لهذه العملية لم تتوقف. هناك أعداد كبيرة من المتطوعين في الجيش الإسرائيلي يحضرون إلى المعسكرات هنا للانخراط في التجنيد، إلى جانب حشد الدبابات، مزيد منها، مزيد من الآليات، مزيد من حفر الأنفاق والاستحكامات للمدفعية بعيدة المدى. وكل ذلك طبعا جاء بغطاء بعد أن تم حلف اليمين الدستورية لأعضاء الجدد لحكومة الطوارئ الوطنية التي صوت عليها الكنيسة بأغلبية 66، وتم اليوم دخلت حيز التنفيذ عملها هذه الحكومة التي تضم 3 جنرالات، وبنيامين نتنياهو هي من ستدير الحرب، وهذه الحكومة ستكون هي التي ستقرر استراتيجيات العمل الميداني وخطط العمل الميداني. والكل يتحدث عن عملية برية، ولكن لا يتحدثون عن ماذا بعد هذه العملية البرية. يقال هنا في إسرائيل والكل يتحدث بأن كل القصف والـ4000 طن التي سقطت على قطاع غزة لم تحرك حتى الآن أي شيء من قواعد المعادلة التي كانت سابقا، وأن حماس لا تزال تمتلك القدرة على المواجهة والمقاومة، وبالتالي الكل يتحدث ويدفع باتجاه هذه العملية التي تسقط حكم حماس من قطاع غزة، وهذا هو الحل بالنسبة لهم، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تعيد وتقلب المعادلة وتعيد الحياة لطبيعتها في منطقة جنوب إسرائيل. بالنسبة للأوضاع هنا في عسقلان كما ذكرت لك شانتال، الحياة مشلولة تماما هنا وفي الجنوب،
وعمليات النزوح لا تزال مستمرة. شكرا فراس لطفي على هذه الرسالة المباشرة من عسقلان.